Kropa bebagatu wakatatan saniatan hatta belaga minuhul cuti wakata summa kolala kropa bebagatu saniatan salisatan yata wajah ilama yasulqa salulqa ilaihi bijamaiya wa yukabilahu ijiti wajdihati wa yadalakka summa batara wahyu salasa sinina wa salasina syahran liyastasyalias taqo ilan disaqi hati kalban nabakhati sadiyah summa unzilati alaihi sal ya ayyuhal mdassiru wajahu jibrilu biya manata wakana lulubuwati fi taqaddumi qura bismi rabbika syaitun ala anna la sabiqiyah wattaqaddumum wattaqum wattaqaddumma ala risalati bilbisarati wa nidarati limanta Adirillahumma qabrul karim ya rabbi sadi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi أول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغر والصديقية ومن السبيان عليهم ومن النساء قديسة التي ثبت الله بها قلبه وباقه ومن المواني لسيد بن خارصة ومن الأرقاء بلال الذي عجبه في الله أمية أوله مولاه أبو بكر من العرق ما أوله ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمتي صفية وغيرهم من أنهل الصديق رقيق التصديق وسقوه وما زال عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاستأت بما تؤمر وجار بدعاء خلقه إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى أبى آلهتهم وأمر برد ما سوى الوثنية فتجرأوا على مبارزته بالعداوة وأذاه فاستدى على المسلمين البلاء فهجروا في سنة 50 إلى الناحية النجاشية وغضب عليه عمه أبو طالب وهو فهاب كل من القوم وتهاما وفرض عليه قيام بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر وأقم الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداوة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإجابة الصلوات الخمس في ليلة مسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من عشر البشر ودمت بموته الرزية وطلد خديجة بعد ثلاثة أيام وشتى البلاء على المسلمين أورا ووقعت قريش بي صلى الله عليه وسلم كل عدية ومطلب يدعون سقيفا فلم يسن بالإجابة قراه وأوره به سفهاء والعبيد فسبوا بألسنة بزية فرموه بالحجارة حتى بالتتباه نعلاه ثم أتى صلى الله عليه وسلم إلى مكة حسينا فسأله ملك الجبال في إلك آلهة ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى أدر اللهم قبره الكريم يا رب سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرسلي بروحي وجسدي لقد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحب القدسية أورج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له وقار وعلا ورأى بالثانية عيسى بن مريم البتول البرد التقية وبنى خالته يحيى الذي أنتي الحكم في حال شباه ورأى بالثالثة يوسف في سورة الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وعلاه
وفي الخامسة هارون المخبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاءه بسلامة القلب وحسن التوية وعبده من أمر نمرود وعافاه ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع بشريف الأقدى أخلامي في الأمور المقضية إلى مقام المكافأة الذي قربه الله في وقتنا فمطى له خجب الأنوار الجلالية ورأه بعيني رأسي من حضرة ربوبية ما أراه بسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سخاب الفضل فردت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأجل وقدره ثم أتى في ليلة وصدقه الصديق بمصره وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتدت من أدله الشيطان وأهواه أدر اللهم قبره الكريم يا في خديم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرض نفسه والقبائل بأنه رسول الله في الأيام موسمية فآمن به ستة من الأنصار اختصمهم الله برضاه وحج منهم في القاب الاثنى عشر رجل وبايعوا بيعة خفية ثم انصروا فوافوا فظهر الاسلام بالمدينة فكان معقله ومأواه وقدم عليه في العام الثالث 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل أوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليه 12 نقيب حج جحاتا سرا فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وباوناوا وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحاب على الفورية فانتمروا بقدره فخفضت الله تعالى من كيدهم ونجاهم وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فرقبت المشركون ليورثوه بزعمهم خياض المنية فخرج عليهم ونصر على رؤوسهم تراب وحصى وأما الغار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وأقام فيه 3 حمل حمائم والعناكب حمام ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير المطية وتعرض له صراقه فابتهل فيه إلى الله ودعا فصاخت قوائم يعبو به في الأرض سلبة القوية فسأله الأمان فمنحه إياه عدر اللهم قبره الكريم يا رب صلِّ وسلم وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن رسل الله عليه وسلم بقتيد على أمي ما بعد الخزاعية وأراد بتيا لحم أو لبن منها فلم يكن حباؤها لشيء من ذلك قد خوى فنظر إلى السات في البيت قد خلفها الجود عن الرعية فاستأذنها في قلبها وماتنت فقالت لو كان بها قلب لأصبنا فمسحت ذره منها وتوتع الله مولاه ووليه فذرت فخلب وسقى كل من القوم وأروى ثم حلم وملأ الإناء وغارته لديه آية جلية فجاء أبو مبد ورأى اللبان فذهب به العجب إلى الأقصى وقال أن لك هذا ولا خلوب بالبيت تبذ بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا قسمانه ومعنى فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وتانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين الثاني عشر شهر ربيع الأول وأسرقت بالأرجاء الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسن مسجدها على التقوى حمد اللهم قبره الكريم بعرف صديم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مرفوع القامة ويد اللذون مسربا بخبرة واجهي أين قالوا ما اقتدى العرش فلقد منح سجاج حاجبا وفلج الأسنام واسع الفم وخزن واسع الجبيب جبة إلهية سهنا قدين يرى فيه أنفه أنف إخداد بن حسن إرنين يقنام بعيد ما بين منقب نحسد كفين خلم قراتيس قليل لام قديم قطن للحياة الذي مراسي شعره إلى صخرة العدنية وبين كتفي خاتم النبوة قد أمه النور وعلام وعوه القلول المغروة الأطيب من النفقات المسكية ويفعه في مسكية كأنما سنقل من إصبا سبب ارتقى وكان مصابكم مصابك يبدل قصرية شريفة فيزيد منها سائر اليوم الحرايا عبرية وضعها على رأس الشفي فيعرف مسؤوله من بين سبيات ويدرى ويأتى المكره الشريف الضلال القمر في ليلة البدرية ويقول نعيده لما ركل ولا بدو مثله بلا بشر يرى عند اللهم قبر